يلا يا ادم حل. قلت 225 دقيقة كانت كام؟ وانا عملت على الاقل مش جز بتاع 25، جابت لي 15 في 15. صح كده، انت فعلا 15 في 15 225، فانت اي رقم مش عارف جذره كيف جذر التربيع. مع جذر التربيع ده معناه الرقم اللي اتضرب في نفسه مرتين. ماشي، طب طيب كم بعديها 60 تبقى تربيع؟ أول واحدة بموجب وتاني واحدة بالسالب، وبعديها صاد وصاد. س وس وص وص، تمام كده زي الفل. يلا يا محمد، محمد عمر نعم يا هناخد مس، رقم 7. رقم 7 يا محمد، مش عارف برضه 625 دي تطلع كام. بنروح عاملين ايه؟ جذر تربيع على طول. جزء التربية يلا هات الجذر التربيع 625 وقول لنا طلعت معاك ايه. أعمله على الآلة يمس. اه ماشي، استنى. ثانية بس لسه جايب الأعلى. ماشي، أسرع شوية بس. هو أنا عارفاه على فكرة، بس أنا مستنيك أنت اللي تجيبها. يعني هي في أرقام كده دايما محفوظة، بتاع 225 دي محفوظة و 225 دي برضه محفوظة. ب 25 يا مس، صح، دايما ال 625 يا شباب، اللي هي 25 في 25، وال 225 15، ما تنسوهاش بقى. الألف تربيع يا محمد هتبقى ألف وألف، كمل. قوس بالسالب، قوس بالموجب، وال81. 81 بقى التربيع. الـ 81 سنة، اللي هي كم في كم؟ اللي هي 9 في 9، اللي هي 90 و90. صح، 9 باء وتسعة باء، لأن هي جنبيها باء تربيع زي الفل يا محمد. طيب محمد علي، قول لي الرقم 8. تبقى جذر 9 3 و3، تمام، وجذر الصاد اللي هي تبقى صاد وصاد. تمام. وهنا سالب وهنا بوجب. حد فيكم لاحظ ان هنا جاب لي 9 ناقص صاد الاول؟ كان دايما بيجيب لي صاد تربيع ناقص 9، هنا عكس. هل في مشكلة؟ لا، هي هي بتحلل نفس الفكرة، 3 في 3، وقوس بالسالب وقوس بالموجب وصاد وصاد. يلا يا ندى، رقم 9 بقى دي اللي مش هينفع تتحلل يا ندى غير لما ناخد عامل مشترك، لان هنا في النص موجب، واحنا قلنا في النص لازم يكون الاشاره سالبه عشان اقدر احلل المربع كامل. يبقى تعرفي عامل تقولي لي مشترك. السالب من هنا عامل مشترك؟ ايوه، مش هتبقى يلا 9 سنتربيع ناقص 25. ممتازه، لما تاخد السالب بره حولت اللي جوه، اللي كان موجب بقى سالب، واللي كان سالب بقى موجب. كده تقدري تحللي بقى. حلو، تبقى 3 س و3 س تمام، ناقص وزائد 5. صح كده. قوس بالسالب وقوس بالموجب، وخمسة في خمسة وخمسة وعشرين زي الفلانة. اللي بعده يلا يا جنى، وليكن ناخد دي بقى رقم 14. حللي كده، بص، هتبقى تلت، وهنا تلت وهنا تلت، والصوت ممتازة يا ندى. تنزل. يعني 1 على 3 صاد، ممتازة، 3 صاد، صح. كملي يا جنى وهنا هتبقى موجب، وهنا سالب. زي الفل. وال1 على 16، لوحة 16 فيها، لحظة، هعملها فيها نص. لا، 2 في 2 ب4 مش ب16، احنا عايزين الرقم اللي يتضرب في نفسه دي نص 16.
ربع ربع. واحد 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 واربعة في اربعة بستاشر ربع، زي ما ضربنا واحد في واحد بواحد واحد وثلاثة في ثلاثة بتسعة، يعني تسعة، هي نفس الفكرة. تمام. طب السؤال اللي بعده انا هحله رقم 15. 4 من 100 س تربيع ناقص 25 من 100 س تربيع، دي انا اعتبرها كأنها 4 من 100، دي اللي هي 4 على 100، اللي هي من الآخر لو جبتها بالآلة 1 على 25 لما بختصرها. ناقص ال25 من 100 دي اللي هي 25 على 100، اللي هي 1 على 4 لما تيجي تختصرها. يعني انت كل اللي هتعمله تكتب 4 من 100 بالآلة وتقول يساوي، تطلع لك 1 على 25. هتقول 25 من 100 وتساوي، هطلع لك 1 على 4. بس كده الآلة ايه؟ هكتب 0.04 اللي هي 4 من 100 وأقول يساوي، طلعت لي يا إما ب4 من 100 زي ما هي، يا إما بالإس أند دي هتطلع لك 1 على 25 كسر. إحنا هنستخدمها كسر اللي هو 1 على 25. طيب نكمل أحللها بقى. 1 على 25 اللي هي نفتح قوسين، قوس بالسالب وقوس بالموجب، 1 في 1 في 1 وخمسة في خمسة في 25 يعني 5، وسين تربيع اللي هي سين في سين. طب الربع 1 في 1 في 1 وتحت في المقام 2 في 2 ب4. طب وسطات تربيع سطر يعني 5 س ناقص نص. طيب محمد نرجع تاني لآدم، يلا يا آدم، س أس 4 ناقص 1 حللها كده. يلا يا آدم، هتبقى س أس 2 ناقص 1، بعديها قوس تاني س أس 2 زائد 1. طيب انت كده خلصت؟ هي لسه ما خلصتش، تقدر تكملها تاني. اتفضل. القوس بالموجب ينفع نحلله تاني؟ لا، القوس اللي انت ينفع تحلله تاني اللي هو القوس بالسالب، ده ينفع يتحلل تاني، حلله كده. طب هيبقى س ناقص 1، بعديها قوس تاني س زائد 1. والتالت ينزل زي ما هو لانه مش هيتحلل لانه بالموجب. يبقى احنا قلنا ان القوس اللي بيتحلل فقط اللي بالسالب. طيب محمد علي، يلا رقم 2. هنفتح قوسين و س أس 2، ماشي، ناقص 4 ص أس 2 زائد 4 ص أس 2. طيب لسه ده ممكن تتحلل تاني، اللي بالموجب ما ينفعش يتحلل لكن اللي بالسالب هو اللي يتحلل. حلل القوس اللي بالسالب. هتبقى س و س. تمام، سالب هتبقى وموجب. يبقى 2 صاد واتنين صفر زي الفل يا محمد. والسين تربيع زائد الأربعة صاد تربيع هتنزل زي ما هي لأن القوس بالموجب ما بيتحلش. ممتاز يا محمد. محمد عمر، نعم يا سين مس، أس 100 ناقص 1 يلا. تبقى س أس 50 أس 50 ممتاز. ها، وسالب سالب 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 وموجب 1 في 1. واحد واحد القوس اللي واحد بالسالب يتحلل لكن القوس اللي بالموجب ما يتحلش. حلل القوس اللي بالسالب. بسين سينوس 25 سينوس 25. زي الفل، قوس بالسالب وقوس بالموجب 1 في 1 واحد وخلصت في واحد المسألة عليك. طب يا مستر ما ينفعش اقسم 25 يا جماعة، انا جوزتي 12 ونص. لا، لازم يكون رقم بيبقى القسم على الاثنين، يبقى ليه مربع كامل، يعني يبقى ليه جذر تربيع. ما هو فكرة انه يبقى القسم على الاثنين ان هو يبقى ليه جذر تربيع، فعشان كده احنا وصلنا لحد س اس 25 وقفنا ما حللناهاش تاني، عشان 25 ما ينفعش تتقسم على الاثنين. طيب يلا يا ندى ناخد اول سؤال كده. هتاخدي عامل مشترك ايه؟ عم مشترك، خد 2. الاثنين. احسنت. طيب بقى لك ايه جوه القوس؟ يبقى سين تربيع ايوه 16. صح كده، ما هي 32 على 2 فيها 16. ممتاز.
حللي بقى. تمام اوكي. سين اوكي تبقى موجب وسالب وأربعة وأربعة. زي الفل يا ندى. يلا جينا اللي بعديها. ايه العامل المشترك رقم 2؟ هنا 25 هو صح؟ في هنا 25 يا ندى. لا سين سين يمكن. طيب ركزي صح كده. لا يا شباب، لازم العامل المشترك ده اسمه عامل مشترك موجود في الطرفين. يلا يا جميل، يبقى لك ايه جوه الكود؟ سين وجوه الكورس هنكتب سين أس 2 ناقص 25. زي الفل، ممتاز. حللي بعدها هحلل، هنعمل سين زائد 5 زائد خمسة وستة. ولا قصدي هنا موس. ممتاز يا جنى، زي الفل. ناخد سؤال تاني، ناخد بقى من هنا واجب. احنا خدنا السؤال ده حليناه من شوية، السؤال هنا تحت. هناخد منهم واجب، ناخد رقم 4 واجب، 4 واجب، وخمسة، وتسعة، طيب وعشر. تعرفوا ان السؤال رقم 8 محمد، آدم سوري، آدم قول لي كده رقم 8 تاخد ايه هنا عامل مشترك؟ اخد الثلاثة. ماشي، قولي بقى لي هو الكورس. اتبقى لي سين اس 2 ناقص 16. لا ناقص واحد واحدة على 16 واحدة 16. خلي بالك من الحته دي. طيب حل كده. بعدها عن قوسين سين وسين وناقص موجب. بعدها يبقى واحد على 8 واحد على 8. لا 16 واحد في أربعة واحد على أربعة، واحد على أربعة، يعني أربعة في أربعة تبقى أربعة في أربعة. أيوة صح. صح. طيب اللي بعدها محمد علي، هنا تاخد مين عامل مشترك رقم 7؟ هناخد الواحد على ثلاثة. صح، قلنا بناخد الصغير. يبقى لك ايه جوه الكورس؟ سين أس 2 ناقص ناقص 9. صح، ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، كمل. تبقى سين وسين سين ناقص 3 وسين زائد 3. زي الفل، ممتاز. طيب محمد عمر، قولي الحل دي كده ازاي؟ ناقص يلا. ألف وألف لا خلي بالك ان ده قوس على بعض، والف زائد باء، يبقى انت هتاخد القوس على بعض. هنا الف زائد باء، أس وهنا الف واحد زائد باء. ألف زائد ب أس واحد ألف زائد ب أس واحد. هاي القوس واحد بقى، مش بيتكتب، ملوش لازمه. ناقص وزيد اتنين أربعة. يبقى اتنين اتنين. ممتاز يا محمد، صح كده. اللي بعديها يا ندى، يبقى قوس ألف ناقص باء، قوس ناقص واحد قصدي، وألف زائد واحد انتي هنا رقم 2 بتقولي ايه؟ واحد ناقص وواحد ليه؟ وألف ناقص واحد، وألف ناقص واحد، كنت بتحلي يعني أنا ده سمعت 9 هنا رقم 3. مش فاكرة. اتنين أيوة تمام. طب تعالي رقم جاي، تحلي لي رقم جاي. ماشي، 9000 موجب وسالب. ماشي، خد السيرة، خد الموقف. 9000 9 ازاي؟ 9 3 ب 3. ثلاثة قصدي سوري. وهنا تبقى 3 2000 باء و2000 زائد باء. تمام كده. هنا نعمل قوس 2 ألف زائد باء، وأنا برضو قوس 2 ألف زائد باء. اللي بعديها كده يا جنى، رقم 8 بس. رقم 4. الله، تبقى نعمل ألف زائد، لا لحظة، هنعمل القوس الأول
وتبقى ألف باء زائد ألف باء ناقص واحد. تمام، وفي يعني قوس أنا تاني هكتب ألف باء ناقص واحد هنا، وهكتب برضه هنا ألف باء ناقص واحد زي الفل. طيب احنا ممكن نكملها، ممكن تكمل، لأن ألف باء ناقص ألف باء بصفر، هيبقى أ السالب هيدخل جوه سالب واحد هيبقى موجب واحد، دي الأولى. تبقى 2 ألف طيب باء ناقص واحد. زائد ألف باء يبقى 2 ألف باء، صح؟ والناقص واحد تنزل زي ما هي، يعني الناتج كله طلع في الآخر 2 ألف باء ناقص واحد. طيب رقم 5 هقولها أنا، هتبقى عبارة برضه عن قوس بالسالب وقوس بالموجب، هنحط في القوس ده س زائد واحد ناقص القوس التاني س ناقص واحد، والقوس التاني زيه بالظبط س زائد واحد، بس هيبقى زائد وس ناقص واحد. لما دخل السالب جوه يبقى س زائد واحد سالب س سالب في سالب بموجب واحد، يعني السين هتروح مع ناقص س بصفر، وواحد وواحد يبقوا 2، هنا س زائد س يبقوا 2 س، وواحد ناقص واحد صفر، يبقى طلعت 2 س في 2، تبقى 2 في 2 بـ4 س. هو انا عايز تحليل مش عايز ناتج، انا جبت له ناتج عشان افهمك انه ممكن تكمل يعني، بس هو مش عايز ناتج، هو عايزك تحلل فقط، بيقول لك حل. طيب الباقي نفس الافكار يا شباب، مفيش اي اختلاف. طب حد يقول لي في رقم 8 دي ايه، دي المعتبر اللي فيها فكرة؟ رقم 8 اعمل فيها ايه؟ هي اصلا قوس بالسالب وقوس بالموجب، انتوا مخلين بالكم؟ يعني هي اصلا كانها كانت الف تربيع ناقص 4 باء تربيع، صح؟ انا ايه رجعتها لاصلها، انا ضربت الالف في الف بالف تربيع، سالب في موجب بالسالب، واتنين باء في اتنين باء يبقى 4 باء تربيع، وعندك هنا السالب 5 باء تربيع، يبقى تديني الف تربيع ناقص 5 و4 9 باء تربيع. احلل بقى، يعني انا الاول رجعتها وبعد كده احللها تاني، الف والف سالب وموجب، التسعة تلاتة في تلاتة، بس كده. أقولها تاني دي يا شباب، رقم 8 أقولها تاني ولا في النهاية؟ الناس ماشي، الصفحة اللي بعدها مين اللي عليه الدور؟ محمد علي آدم، أنت جاوبت؟ آخر حد جاوب مين؟ جنى؟ طب مش يلا يا عارف آدم، ازاي. أنا نسيت والله. طب يلا يا آدم حلل. طب هتبقى 77 أول قوس 77 ناقص 23 تاني قوس 77 زائد 23. هو عايز نجيب زي الناتج الفل. بس؟ وقال لك اوجد القيمة. طب ديت اطرح 77 ناقص 23، 7 ناقص 3 4، و7 ناقص 2 5 يبقى 54، اجمع هتبقى 100. 100 في 54 تبقى 5000 5400. 400. اللي بعديها محمد علي، يبقى ماشي 78 ناقص 77 و78 ناقص زائد 77 صح، تطلع بقى بكام؟ 78 ناقص 77 واحد، و78 زائد 77 خمسة، ومعانا واحد أربعة 15، 155 في واحد نعم. ب 155. محمد عمر رقم 3 ستة 11 و6 10، وحداشر ستة وحداشر عشرة وستة عشر من عشرة زائد بموجب
اسأل بص، وموزة ذكرى وكوكب. الرقم الأول محمد، لما بيبقى عندك رقم فيه علامة عشرية ذكرى العدد الصحيح هو الأول، يعني تقول 11 هي الأول، وبعد كده الستة دي اللي هي جزء من العشر، ما ينفعش ماشي، نعكسها. يبقى أس واحد وأس واحد مش بتتحسب. ماشي، واحد وستة من عشرة، ثانية، واحد واحد ستة من عشرة في واحد ماشي ستة من عشرة، يبقى احنا نسيب اللي في الموجب وناخد اللي في السالب. انت هتطرح وتجمع، ده من الاثنين. ثانية بس، تطرح اعملها على 11 و6 من 10 ناقص 1 و6 من 10 ثانية كده. تبقى ب 10. طب ب 10 يا مس، ماشي، 11 و6 من 10 زائد 1 و6 من 10 ثانية بس، ثانية هتبقى 13 و2 من 10. تتصل صح. ماشي، اضرب 13 و2 من 10 في 10 هتبقى 132. 130. يلا يا ندى، بتاع 103 زائد 97 دي هتخليها ايه؟ مية زائد تلاتة ومية ناقص تلاتة يبقى 100 تربيع ناقص 3 تربيع. 100 تربيع هنزود على 100 دي 0 تانية، 3 تربيع ب9، ونطرح بقى منها 9 وخمسة. طيب احنا كده خلصنا.